باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بالحقيقة أشرق لنا اليوم تذكارك المكرم أيها الراعي المؤتمن أبينا القديس الطباوي العظيم البابا الأنبا كيرلس السادس، من يقدر أن ينطق بالسيرة المختارة التي لك، هذه التي أكملتها بالتقوى من قبل إيمانك ومحبتك للملك المسيح. فقد اختارك الرب منذ كنت في بطن أمك مثل بولس الرسول، وأنت منذ صغرك اخترت المحبة والكتب الطاهرة التي هي أنفاس الله، وصلواتك الروحانية صارت سورة نار حول شعبك. وقد كمل عليك قول المزمور المقدس الذي قاله معلمنا داود النبي بالروح القدس، أن سر الرب لخائفيه واسم الرب لأتقيائه. السلام لأبينا القديس البابا كيرلس السادس الراعي العظيم وخليفة ماري مرقس الحكيم. بصلواته وطلباته أيها المسيح إلهنا، أنعم علينا بغفران خطايانا واقبلنا إليك، واجعل لنا حظا ونصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء، الشماس بولس ملاك والمرنمة فايزة نسان يقدمان معنى الأبوة. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. اهتمت بالرعية والصلوات الروحية والخدمة المجانية عن حب وتضحية، وبفضل الصلوات تتحل المشكلات والمتألم يبات مليان بالتعزية. اهتمت بالرعية والصلوات الروحية والخدمة المجانية عن حب وتضحية، وبفضل الصلوات تتحل المشكلات والمتألم يبات مليان بالتعزية. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. وبقيت في الأبدية عدت فوق الخطية، يلي حياتك نقية كان وطنك السماء. صليت القداسات حسيت بالتعزيات، وإله السماوات قلبك بيها احتمى. وبقيت في الأبدية عديت فوق الخطية، يلي حياتك نقية كان وطنك السماء. صليت القداسات حسيت بالتعزيات، وإله السماوات قلبك بيه احتمى. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. حبيتك يا رعية علشان كلك روحانية، يا فكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. يا أبويا يا رعية من فضلك صلي ليا، تجرح الدنيا فيا ظهري بهم وطحنة، وفي قلبي تنهدات ودمع مرة وقهات. صليت هون الدقات ده حياتي مغيمة. يا أبويا يا رعية من فضلك صلي ليا،
تجرح الدنيا فيا، ظهري بهم وطحانة وفي قلبي تنهدات ودموع مرة وقهات، صليت هون الدقات دي حياتي مغيمة. حبيبك يا رعية علشان كلك روحانية، يا بكر الصلوات عنا مقبولة وقوية. حبيبك يا رعية علشان كلك روحانية، يا بكر الصلوات عنا مقبولة وقوية.